الوضع اللبناني المتصاعد يسلط الضوء عليه من بيروت العميد الركن المتقاعد بسام ياسين الخبير العسكري. سيادة العميد أهلا بك في هذه المداخلة. إذن بيروت تترقب وإسرائيل تحاول تصدير أزمتها وفق المراقبين العسكريين إلى الجوار، كيف تقرأ هذا المشهد وتصاعد هذا المشهد والتوتر على الحدود؟ طبعا خير لكل مشاهدي القاهرة الإخبارية، أنا لي شرف كون معكم وهذه أول مرة. الأحداث من 28 أول بجنوب لبنان إلى تصاعد مستمر، وإن لم تخرج بعد إلى دائرة الجبهة المفتوحة أو الصراع الشامل مع العدو الإسرائيلي. عمليات المقاومة ومشاغلة العدو على طول الجبهة من 28 أول حتى اليوم، يعني حوالي 90 يوم أو 92 يوم، أثبتت قدرة وقوة الردع عند المقاومة في منع انجرار إسرائيل إلى مهاجمة لبنان بشكل كامل. كل التصريحات والتعليقات الصحفية اللي بتقول عن تصدير إسرائيل لصراع من غزة إلى لبنان هروبا من الواقع المأزوم غير منطقية وغير صحيحة. المقاومة بلبنان قد حضرت نفسها جيدا لهذا الصراع، ولديها من الإمكانات ما يجعل من إسرائيل وخسائر إسرائيل أكبر بكثير مما تتحمله الآن في غزة. نعم،